خلونا دلوقتي نروح محافظة سوهاج مع مراسلنا محمد رفعت نتابع أهم المشروعات التنموية والخدمية اللي تم افتتاحها في المحافظة. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا شاذلي، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. أقفوا الآن عند أحد المشروعات القومية الهامة التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال زيارته لمحافظة سوهاج، واللي شملت افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية الهامة التي تخدم المواطن السوهاجي. مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي التعليمي الجديد، مشروع ضخم وتكلف مبالغ ربما أكثر تصل إلى 2 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية المختلفة. هذا المكان من المنتظر أن يقدم خدمات طبية وخدمات تعليمية أيضا، مش بس لأبناء محافظة سوهاج ولكن لكل أبناء محافظات جنوب صعيد مصر. محافظة سوهاج كانت في أشد الاحتياج إلى هذا المبنى وهذا الصرح الطبي العملاق. للمزيد حول هذا المكان وما يقدمه من خدمات يسعدنا أن نلتقي بالأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا دكتور، بنبارك لحضرتك على هذا المشروع القومي الهام. لو تكلمنا عن أهمية هذا المشروع وما سوف يقدمه من خدمات طبية وتعليمية لأبناء محافظات جنوب صعيد مصر. اهلا بحضرتك، واسمح لي من خلال يعني ميكروفون حضرتك انا انقل تحياتي للاستاذ محمد الشاذلي والاستاذه بسنت المتواجدين معنا في الاستوديو الرئيسي للقناه الاولى والفضائيه المصريه. الحقيقه يعني بالامس كان يوم عيد لكل الشعب السوهاجي، واقدر اقول لكل شعب جنوب الصعيد. الحقيقه النهارده يعني منذ 4 سنوات كنا في المكان ده بالضبط، واحنا بنحط التصميمات الهندسيه لهذا المكان مع الشركه المنفذه، كان قطعه من الرمال صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. اليوم كلنا نرى هذا المشروع العملاق الذي قلت عنه كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. المستشفى الجامعي الجديد يعني إضافة قوية جدا للخدمات الصحية الموجودة بالأصل ضمن مستشفيات سوهاج الجامعية. المستشفى ده بيحتوي على 300 سرير، من يعني الحقيقة الأكثر فيه النوع وليس الكم، يعني هو يحتوي على مجموعة من الوحدات العلاجية النوعية. لو تحدثنا عن وحدة الغسيل الكلوي يوجد به عدد 32 ماكينة غسيل كلوي، لو تحدثنا عن الرعايات الحرجة والمركزة يوجد به عدد 40 سرير لرعايات الحرجة والمركزة، منهم 10 لرعاية القلب و10 لرعاية التخدير بعد العمليات و10 لرعاية الأمراض الصدرية، ودي اللي عانينا منها كثيرا إبان جائحة كورونا والنقص اللي كان موجود في أجهزة التنفس الصناعي في الأمراض الصدرية، والعشرة الرابعة لأمراض السكتة الدماغية والأمراض العصبية. الحقيقة أيضا موجود لدينا 40 حاضنة أطفال، منهم حاضنات للأطفال ناقصي النمو اللي بيتولدوا عن 7 شهور أو 8 شهور، أو دول 20 حضانة. في أيضا 20 حضانة للأطفال اللي مولودين عند تمام الحمل 9 شهور ولكن لهم مشكلات بعد الولادة زي ضيق التنفس أو صفراء حديث الولادة وخلافه. أيضا لدينا مجموعة من الأجهزة النوعية عالية الجودة وعالية التخصصية، مثل جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز الأشعة المقطعية المدعوم بخاصية حقن الصبغة، وهذه الخاصية تغنينا عن إجراء أسطرت القلب لمرضى الأزمات القلبية، يستطيع تحديد مكان انسداد الشريان التاجي وقطر الشريان التاجي، ويستطيع أن أنا بدل ما أعمل لكل الناس أسطرة ويطلع جزء منهم أسطرة تشخيصية مش محتاجين لدعامات، يبقى أقصر الأسطرة على المرضى الذين يحتاجون إلى تركيب دعامات فقط لا غير. أيضا لدينا مجموعة من الأشعة العادية، أجهزة الأشعة العادية وأجهزة وجهاز الماموجرام الذي يستطيع التشخيص المبكر لحالات سرطان الثدي. أيضا مجموعة من أجهزة المناظير للجهاز الهضمي سواء العلوي أو السفلي، وأجهزة الإيكو للقلب، بالإضافة إلى 53 عيادة خارجية تستقبل المرضى كل يوم، ل 16 غرفة عمليات كاملة التجهيز. والحقيقة هذا الصرح العملاق بالإضافة لي في ورانا المبنى التعليمي، المبنى التعليمي مكون من دورين، كل دور فيهم مدرج، وأيضا في 10 فصول دراسية.
نستطيع من خلال المبنى التعليمي ان احنا نستقبل طلاب الطب علشان ننقل لهم ما يجري في غرف العمليات من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس، ونستطيع القيام بتدريبهم في العيادات الخارجيه اللي موجوده بالمستشفى. دكتور مصطفى، ماذا فندم عن الكادر الطبي، توفير الكادر الطبي المطلوب داخل هذا المكان الحيوي، والخدمات المتوقع ان تقدم لابناء يعني محافظات صعيد مصر؟ الحقيقه بالنسبه للكادر الطبي، كليه الطب والمستشفيات الجامعيه في المقر القديم غنيه بابنائها من اعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم، والحقيقه احنا حطينا جداول تشغيليه، يمكن بدانا التشغيل التجريبي للعيادات الخارجيه من 5 اكتوبر 21 وثم تشغيل تجريبي للوحدات العلاجيه تباعا. النهارده في تشغيل كامل لكل الوحدات بابناء كليه الطب اللي موجودين على قائمه المستشفيات القديمه، وفي جداول للتبادل بين المقر القديم والمقر الجديد. متوقع ان هذا المستشفى هنخصصه لاستقبال كل حالات الطوارئ والاصابات والحوادث، وخاصة أن هذا المستشفى موجود في نقطة التقاء الطرق الصحراوية الغربية شمالا إلى القاهرة وجنوبا إلى أسوان، وكمان هو مربوط بمحور شرق النيل مع الطرق الزراعية غرب وشرق النيل، وكمان الطريق الصحراوي الشرقي في طريق اتجاه البحر الأحمر وجنوبا إلى قنا وشمالا إلى أسيوط. فهو النقطة الحيوية دي بيكثر فيها يعني الإصابات من خلال حوادث الطرق السريعة، فكان هذا المستشفى هو الملجأ لنا علشان نقدر نعالج مش أبناء سوهاج بس، حتى جنوبا حتى حلايب وشلاتين بيجي لنا مرضى، شرقا حتى البحر الأحمر. فهذا المستشفى يعني الحقيقة إضافة قوية جدا للخدمات الصحية، وإحنا شرفنا بالأمس بقيام فخامة الرئيس السيسي بافتتاحه كواحد من المشروعات القومية التي تنفذ الآن على أرض صعيد مصر. بشكرك بشكرك. إذن بالفعل مشروع قومي مهم أضيف إلى المنظومة الطبية هنا في محافظة سوهاج، يعني إذا ما ذكرنا بأهم النقاط اللي قام بافتتاحها السيد الرئيس بالأمس، مشروع القرية النموذجية، افتتاح مشروعات القرية النموذجية في أم دومة ومحور طمة، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة، وهذا المستشفى العملاق الذي يقع في غرب مدينة سوهاج عند مدينة سوهاج الجديدة. إليكم الكلمة. شكرا لك محمد رفعت مفادنا من محافظة سوهاج، والشكر موصول لضيفك الكريم.